انطلقت السبت امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري لطلبة المدارس العامة والخاصة التابعة لإشراف الحكومة المقترحة. وأوضحت وزارة التعليم المقترحة أنها أعدت الترتيبات اللازمة لاستقبال 58 ألف طالب وطالبة في امتحانات الشهادة في مقرات كليات وجامعات البلاد المختلفة، في خطوة هي الأولى من الوزارة لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات. الزميل أحمد أبو شويرب رصد الحدث وعاد لنا بالمراسلة التالية. صباح هذا اليوم انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية داخل جامعة طرابلس بتجمع أو بخطة كانت من وزارة التربية والتعليم بخطة مسبوقة أو إجراءات لم تتخذ من قبل، اتخذتها وزارة التعليم للقيام بهذه الامتحانات. الامتحانات كانت بتجمع داخل جامعة طرابلس في كل مدارس مدينة طرابلس أو لكل الثانويات في امتحانات الشهادة الثانوية. بعض الإجراءات التي اتخذتها وهذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم مثل ما قال وزير التعليم من شأنها أن تحد من ظاهرة الغش وأيضا من ظاهرة تسرب الأسئلة وأيضا للرفع من مستوى الشهادة الثانوية خارج ليبيا. بعض هذه الإجراءات التي لاحظناها هذا اليوم لأول مرة في امتحانات الشهادة الثانوية، سنقف على بعض النقاط وسنسأل بعض المسؤولين هنا في داخل أحد مقار اللجان بجامعة طرابلس. معنا الأستاذ علي العجيلي رئيس أحد هذه اللجان داخل جامعة طرابلس وامتحانات الشهادة الثانوية. سيد علي، لو أطلعتنا على سير العملية الامتحانات صباح هذا اليوم، اليوم هو أول يوم في انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، كيف رأيتم سير عملية الامتحانات وما هي الصعوبات التي واجهتكم وما مدى يعني تنفيذ الخطة الجديدة لربما في سير عملية الامتحانات؟ في الواقع طبعا أنا الدكتور علي العجيلي عميد كلية العلوم. كلية العلوم طبعا تم تحديد لنا لجنتين، لجنة منطقة سوق الجمعة بنات ومنطقة طرابلس مركز منطقة طرابلس المركز بنات. العدد الإجمالي قرابة 2500 طالبة. طبعا كانت البداية اليوم رغم أن العدد كبير ولكن كل الأمور مشت على أحسن ما يرام. كان فيه ديلي تأخير بعض الشيء يعني ربع ساعة تقريبا شيء من هذا القبيل، لكن في المجمل كل شيء ماشي على مرام والظروف مواتية والمناخ مهيئ لكل الطالبات. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. في نظرك كأستاذ جامعي، هل ترى أن هذه الخطة أو هذه البادرة التي قامت بها وزارة التعليم من شأنها إنجاح العملية التعليمية أو عملية الامتحانات مثل يعني أحسن من السنوات السابقة؟ هو بالتأكيد هو مشروع وطني وهي محاولة للإصلاح، وإحنا معها بكل ما نملك، يعني بذلنا جهد كبير من أجل نجاح هذه العملية، وأنا متأكد أن كل شيء يصير على مورام ولابد من وضع الأمور في نصابها، يعني ما فيش مشكلة. وفرنا كل سبل الراحة للطلاب، القاعات، الإضاءة جيدة، تكييف جيد، كل شيء على مورام، والناحية النفسية وعليها حتى لما صار في تأخير حوالي من ربع ساعة إلى ثلث ساعة في وقت بذل ضايع، الطالب بياخذ وقته كامل أو طالبة بدون أي نقصان. ماشي الحال، موفقين إن شاء الله. ماشي الحال. نعم شكرا. طبعا كان هذا أحد رؤساء أو رئيس أحد اللجان المشرفة على الامتحانات. من الناحية الأمنية لربما كانت هناك خطة أمنية وضعت من وزارة الداخلية لاستتباب الأمن والمحافظة على الأمن داخل جامعة طرابلس. معنا أحد المشرفين أو أحد رجال وزارة الداخلية ليطلعنا على ما تم تنفيذه من خطة لوزارة الداخلية. السلام عليكم. سلام الله. لو تعرفنا باسمك. محمد الجبالي ملازم أول. نعم فندي محمد، طبعا لو تحدثنا عن الوضع الأمني داخل مقر اللجان داخل جامعة طرابلس، هل تم تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعت من قبلكم؟ هل تم أو هل لاحظتم هناك خروقات؟ ما مدى تجاوب المواطن وولي الأمر معكم كرجال أمن؟ بس أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم التنسيق مع وزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم بتأمين والتأمين والحماية العملية، عملية الامتحانات سلسة وما فيش اعتراض من أولياء الأمور. لا إله إلا الله.
ما ليش تعود سؤال تاني. نعم. هل لاحظتم هناك خروقات من قبل الطلبة والطالبات أو من كان يعني أولياء الأمور بصفة عامة؟ كيف يعني ما مدى تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة؟ هل تم تنفيذها وهل هناك تجاوب من المواطن أم لاحظتم بعض الخروقات؟ لا في تجاوب من المواطن وبالذات من أولياء الأمور، والحمد لله ما فيش أي خروقات تذكر. محمد شكرا. نعم ايضا سنستطلع راي احد الطالبات او احدى الطالبات التي كانت اليوم داخل مقر الامتحانات لاستطلاع رايها واخذ رايها في سير الامتحانات. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تعرفينا باسمك. اسمي نورس خالد من مدرسه فتاه الثوره. نعم نورس، كيف شفتي الامتحانات اليوم؟ ما مدى سلاسه الامتحانات وخصوصا الخطه الجديده التي تنفذ لاول مره في ليبيا بامتحانات داخل الجامعات وبتجمع كامل، ما مدى يعني كيف كانت الامتحانات؟ كيف شفتوا الاسئله المراقبين؟ ما مدى تجاوبهم معكم يعني؟ والله كانت الاسئله سهله هلبة، وكانت الاجواء يعني مناسبه للامتحانات، ومن ناحيه الامن كانوا مامنينها هلبة. الجو كان كويس يعني بالنسبة لنا احنا، يعني الأسئلة كانت سهلة هلبة وتعاملهم معنا كان كويس. يعني هل هناك ضغوطات عليكم؟ هل هناك مضايقات؟ هل واجهتم بعض الصعاب يعني في عملية التنقل من منازلكم إلى هنا؟ لا ما واجهتناش أي صعوبة، كان تنقل كويس، لا ما كانش فيه ازدحام هلبة. شكرا لك. شكرا. نعم طبعا مشاهدينا تابعنا بعض هذه او بعض الاجراءات التي اتخذت لنجاح عمليه الامتحانات، امتحانات الشهاده الثانويه لهذا العام. مثل ما ذكرنا خطه جديده وبادره جديده وضعتها وزاره التعليم لقيام بعمليات او بعمليه الامتحانات الشهاده الثانويه. عديد الامور التي وضعت، عديد الخطط التي وضعت من الداخليه من التعليم. ايضا استطلعنا اراء او راي بعض الطالبات او احدى الطالبات التي كانت في الامتحان، لربما خطة ستقف أو سيقف نجاحها أو مدى استمراريتها على نجاح هذه السنة. لأول مرة تنفذ هذه العملية، هي عملية تجمع كامل لكل المدينة في مكان واحد وفي مراقبين مختلفين، مراقبين هم من الجامعات، أساتذة ودكاترة الجامعات هم من يشرفون على سير المراقبة أو مراقبة الطلبة في الامتحانات. لربما سنلاحظ أو سنشهد مدى نجاحها من عدمه في خلال سير الامتحانات التي تستمر ل15 يوما من هذا اليوم الأول لانطلاق عمله.